يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي الكرام. ورجعت لكم اليوم فيديو جديد يا حبايبي الكرام. طبعا شباب، بالنسبه للفيديو اللي فات شباب، ما راح نوقف، كملوا على الانستغرام، الانستغرام موجود على اليمين حبايبي، بدياكم تولعوها يا اساطير، بدنا اياكم تولعوها على الاخير. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين اليوم نزل سكين جديد من السكنات اللي كازا بابيل. طبعا حبايبي بالنسبه لهون هذا السكين حصلت عليه ب 600 جوهرة، لا عفوا ب 1200 جوهرة حصلت عليه يا اساطير، اوكي، بس ما قدرت انزل عليه فيديو، عن جد كثير اسف ما نزلت لكم عليه فيديو، اوكي. ثاني شيء، بس الشيء اللي حابب افهمه قبل ما نبلش المقطع شباب، عشان نحاول ناخذ هذا السكين الحلو. طبعا شباب انا اخذت توكن زياده من هذا التوكن، اذا عندكم فكره انه نقدر نستخدمه بشيء ثاني حطوا لي بالتعليقات حبايبي الكرام، ماشي؟ يلا خلينا ندخل على الحدث هذا ونشوف كم معنا. ما شحن كم معنا؟ ما بعرف اتكلم. معنا 2229 جوهره حبايبي، اوكي. يلا طبعا شباب خلينا ناخذ الاشياء اللي يلزمونا، نشيل الاشياء اللي ما يلزمونا، عفوا اللي ما يلزمونا، اوكي. يلا ناخذ شيل هالسكين، لا بمزح. خلينا نشيل هذا الايك دراجون عندي اياه حبايبي، وبالنسبه لهذا الصندوق كمان عندي اياهم، ما راح يلزموني، راح نشيلهم. طبعا هون في عندنا بطاقات الدايموند، وعندنا هي شو هذا؟ كيس ديبيوت، ما اعرف، بعدين بنشوف. اوكي، يعني نقدر نشيل، لو كنا نقدر نشيل اولي، فكرت عم كبست الكبسه، فكرت نقدر نشيل ثلاثة، فكرت انه نقدر نشيل ثلاث صناديق. اوكي حبايبي يلا، خلينا نشيل هذول، يلا ليتس جو، خلينا نشيلهم. ما بدنا اياهم. كونفيرمي لا سبريمي، نعملهم سبريمي، ما بدنا اياكم، اوت، ريتشيري. اوكي طبعا هون الشباب كل فات على حسب ما فهمت، هون على اليمين بناخذ البطاقات مثل ما انتم شايفين. اولي اوكي نبلش باول لفه يا اساطير، خلينا نبلش، ليتس جو، ان شاء الله يطلعنا. بلشنا؟ يعني اشتهيت شي مره، يعني عن جد حبايبي اشتهيت شي مره اكبس شغله تطلع لي اياها مباشره، يعني ما بعرف، انا بتعرفوا يعني كل فيديوهات هيك. يلا نعمل لفه ثانيه، شيل هاي، يلا هذا هو. لا ليش كبست بالغلط، فكرت لا 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 لا، يلا معلش، خلينا نفتح هذول، نعمل التور. تعرفوا لو كان وقفت هيك كنت جبت السكين، لو كان عمل هيك، شفتوا عمل هيك كنت جبت السكين على السريع. يلا هالمرة ما اعرف هذا الحدث، يعني ما بعرف، قلبي عم يحسسني انه هيك، يعني ما راح يكلفني كثير. يلا خلينا نعمل لفة، شكلك ينعل شكلك. طبعا شباب في هون هي اشياء ما بعرف شو يسمونها، هون في اشياء ما بعرف شو راح نعمل فيهم، ما بعرف شو هي. لك ليكون هي، اوكي فهمت هذا، مش مع بعض. يلا روح، عم يتجوهر بشان هالشغلتين، والله عيب، والله حرام يعني يا الزلمه. اوكي 400 جوهره ثانيين، انا قلت لكم على اول الفيديو انه حظي راح يكون حلو، مو هيك؟ لا انسوا الكلام، حظي زباله. فيديو اول ما اشتغلت لهذا الشباب، فكرت قلت لحالي شو هي، نسيت انه طلعت المظل هي بتنزل هيك الزحليتها، بس والله حلوه، ها الصراحه حلوه، وحابب نجربها مع بعض. طبعا هون باقينا كم، باقينا 900، خلينا نشحن شويه جواهر حبايبي، نروح لعند ناخذ شويه اي دي على السريع. يلزمنا كم ثواني نشوف، يلزمنا اوكي خلينا نشحن جواهر حبايبي على السريع. Let's go، لا تأخذوني، شواني بس نشحن جواهر، شواني بس كم يلزمنا؟ 600 700 800، وهات نشوف. طبعا شباب انا بشحن عن طريق الاي دي، عن طريق موقع جارينا شوب،
حابب احط لكم اياه بالفيديو الجاي، الفيديو الجاي اشرح لكم كيف اشحن، ما في مشكله. اعطونا رايكم بالتعليقات حبايبي الكرام. ليتس جو. هيك صار معنا كم؟ لا لا لا، يلزم اكثر، يلزم اكثر، يلزم اكثر، يلزم اكثر، يلزم اكثر، يلزم اكثر. يلا ها، وهيك حصلنا على السكين يا اساطير. نايس، حلو. والصراحه يعني سكنات لكازا بابيل هذول كل السكنات صراحه كلهم حلوين، كلهم حلوين الصراحه. اذا جد يعني السكنات كلهم حلوين، خلينا نروح نشوفهم مباشره حبايبي. عن جد السكنات كلهم حلوين، قول لي عن جد السكنات حلوين، عن جد السكنات كلهم حلوين الصراحه، يعني عن جد السكنات كلهم حلوين. خلينا نشوفوا، شوفوا معي. طبعا انا الشيء اللي 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 زعجني، اللي يعني مو اللي زعجني يعني هيك اللي مو عاجبني بالامر، انه هيك القناع يعني هيك تكون على اليمين واحد بيخربطني الصراحه. لو كان القناع يكون ورا مثلا او يكون في الامام يطلع احلى. ثواني. طبعا هذا اللي هو السكين الاول، اوكي. وفي سكين البنت، ونزلوا هذا السكين. ما في متى راح ينزلوا السكين الثاني اللي نزل، اعطوني اياه، اعطونا اياه مجانا، اللي هو وينه؟ هذا هو، هذا هذا راح يكون هذا السكين. في سكينات، ثلاث سكينات من سلسله لا كازا دي بابيل. خلينا بس السكين شباب، روح ندخل هيك جيم هيك كلاسيك. بس حابب اشوف ال، طبعا انا جراند ماستر ما اقدر العب يعني، لازم الفريق تبعي. خلينا ندخل على السريع واحده كلاسيك شباب، نستعرض السكين ونشوفه مباشره يا اساطير. حابب اشوف المظلي. ثواني ثواني، نتاكد اذا حطيت المظلي ولا لا. ثواني ثواني، ما كنت حاطه منيح، ما رحت. يلا روح، ليتس جو، ليتس جو بادي، ليتس جو حبايبي. لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، تشتركوا بالقناه، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس حبايبي. ماشي، يلا يلا يا زلمه، يلا يا زلمه. خلينا نشوف البتاع بتاع، خلينا نشوف البتاع بتاع 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 يا جدع انت. هولي حلو، يلا ليتس جو بادي. هلو 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 هلو، هولي. يا سلام يا سلام يا سلام. بس عن جد اللون الاحمر تبعه عن جد الصراحه شباب، انا اول ما شفت السكين بصراحه يعني عن جد اول ما شفت السكين ما كان كثير عاجبني، فهمت علي كيف؟ بس اللعب فيه عن جد حلو يعني، هيك شيء انيق، شيء انيق الصراحه يعني، شيء انيق، شيء انيق عن جد، شيء انيق عن جد، شيء انيق، شيء انيق جدا. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، عن جد شيء انيق الصراحه، شيء انيق. حابب بس اروح اشوف المظله يا اساطيري، روح اشوف المظله. يلا يا زلمه، يلا خلصوها يا زلمه، يلا يا اخي، يلا يا اخي، يلا يلا. 2 1 جو جو، ليتس جو بادي. متحمس كثير لاشوف المظله الصراحه، اشوف نجرب المظله راح تكون وجهه خير علينا ولا. خلينا نروح شوي، خلينا ننزل بشي مكان هيك اول هون. يلا معلم، خلينا نروح بالاوبسرفاتوري. لا عن جد شي حلو، عن جد شي حلو، عن جد شي حلو. شوفوا شوفوا شوفوا، لا لا لا، عن جد عن جد حلوة، عن جد حلوة الصراحة، حلوة الصراحة، عن جد حلوة حبايبي. اعطوني رايكم بالتعليقات وقولوا لي كيف الوضع، عن جد حلوه يعني. توقع مثلا يحطوا هيك شيء مظله نفس الشيء وينزلوا عليه هيك الدولارات، ومع دولارات ولا ايش؟ طبعا قصة بابيل ما كانوا دولارات، كانوا عمله اسبانيه. خلينا ناخذ شيء سلاح هيك، نجرة واحد هيك. هاي وسيخ، هاي وسيخ، وقف يا زلمه، وقف يا زلمه، سيبك سيبك، بدك تقتلني؟ خذ خذ. ها ها ها، دين 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 دين. يا تعال اقتلني، تعال تعال اقتلني، تعال. عم تيمت مع واحد، تيمت معه. سوري شباب، والله انسان محترم. خليني اشوف راح يقدرني ولا لا هذا الوسيخ. وين وين راح، وين راح؟ والله عم يلعب معي. خلينا نكمل معه اشوف اخرته، بدي اشوف هل سوف يغدرني ام لا. ثواني ثواني شوي، هو في مظله هون. يلا روح حبيبي روح،
ثواني كده نغير دوت شباب. والله ما كنت متوقع هيك راح يصير يعني صراحة. تاني كمان اوكي حبيبي، تقدر تقتلني تقدر تقتلني، تعال اقتلني 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 اقتلني. طيب راح اضرب وياك عشان يقتلني، راح اضرب بوكس عشان يقتلني. اقتل اقتل اقتل. لا ليش قتلتني؟ يلا 4000 صدقة، كفو عليك. يلا بشوفكم على خير. اوكي حبايبي هيك بيكون انتهى مقطعنا لليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي. والله حبيت يعني اكمل اللعب معه بس ما حبيت اطول عليكم الفيديو اكثر من هيك حبايبي الكرام. بنشوفكم على خير، شكرا للمتابعة حبايبي. لا تنسون اريد منكم تكملوا الحملة حبايبي، تكملوا الحملة ضد مش ضد جارينا، حملة الهجوم على جارينا يعني، مش الهجوم كمان نفس الوقت يعني ما اعرف. المهم نكمل الحملة، نوصل صوتنا لشركة جارينا وللمطورين حبايبي ماشي. اللي ما شاف الفيديو، الفيديو موجود هو على القناة اخر قبل هذا الفيديو اوكي. وبشوفكم على خير، شكرا لكم جميعا للمشاهدة. مع فيديو جديد، سلامة. ثواني في واحد عنده، خلينا بس نشوف شو راح يصير. حابب اشوف عن جد، حابب اشوف راح يصير، راح يقتل ولا كيف؟ يلا شوف شوف شوف، بس حابب اشوف الفايت وتشوف الفايت بنفس الوقت. لا تحط الجي، ليش تحط الجي؟ ليش تحط الجي؟ ليش تحط الجي؟ اهجم عليه يا زلمه، اهجم. لا كم الجي عنده هذا؟ وين وين؟ يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام. اوكي شباب تاو.